تعال مرة أخرى إلى بيروت، الأستاذ أمين بشير المحامي والمحلل السياسي. أستاذ أمين، أولا مساء الخير. قانونيا استبعاد 3 متهمين وإدانة متهم وحيد في هذه الجريمة الإرهابية، رغم أن المحكمة تحدثت عن الاتصالات وعلى تواجد بعض المتهمين على مسرح الجريمة، لماذا براءة 3 وإدانة متهم وحيد؟ مساء الخير أستاذ أحمد موسى. أهلا بحضرتك، تفضل. الله يحفظك. أنا بدي روح أبعد من هذا الموضوع. أعتقد بأنه لا شك بأنه بالرأي العام اللبناني العادي البسيط غير المدرك للتفاصيل القانونية، طبعا هو غير راضي عن الموضوع وكان يتوقع إدانة مباشرة لتنظيم حزب الله ولرئيس هذا التنظيم السيد حسن نصر الله وأيضا للنظام السوري. هذا هو الاعتقاد وهذه هي القناعة الراسخة لكل مواطن لبناني شريف مؤمن بسيادة لبنان. المحكمة تعمل وفقا لنظام لها. نظام المحكمة في أساسه عندما كونت المحكمة وعندما أقرت في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ونتيجة إجماع سياسي منعا من الفيت الروسي والضغط القطري آنذاك، جاء نظام المحكمة يقول أنه في المحكمة جائز محاكمة الأفراد والأشخاص دون محاكمة التنظيمات السياسية أو العسكرية أو الدول. بالتالي التوقعات والأمال التي عقدها بعض اللبنانيين وبعض العرب وبعض المواطنين في العالم بأنه كان واجب على المحكمة أن تدين بشكل مباشر النظام الذي يقف وراء هذه الجريمة هو تمنيات عاطفية كلنا جميعنا ندركها، ولكن في الواقع المحكمة تعمل وفقا لنظامها الذي يتيح لها من الأفراد. ولكن في طيات هذا القرار وفي تفاصيله وفي حيثياته وفي روابطه القانونية وفي وضع ظروف الجريمة وانتماء أشخاصها وإلى من ينتمون ولماذا كانوا يراقبون وهم مجموعات سميت وفقا للإدعاء صفراء وخضراء وحمراء وإلى ما هنالك، جميع هذه العناصر التي كانت مولجة بمراقبة مركز الجريمة مسرح الجريمة ومراقبة تحركات الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي تنتمي إلى حزب الله. وبالتالي نحن نعلم جميعنا وجميع دول العالم وجميع المحللين أن هذه الأفراد لا يمكن أن تقوم بأي حركة، وخاصة في 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 سياق قرار من هذا الحجم وبحجم الرئيس رفيق الحريري، حجمه على الصعيد اللبناني العربي الدولي، لا يمكن لهذه الأفراد أن تتخذ هكذا قرار دون ما يكون غطاء أو بالأحرى فلنكن واضحين وصريحين قرار مباشر من إيران وسوريا والسيد حسن نصر الله. بالتالي التفاصيل القانونية بإدانة الشخص وعدم إدانة الآخرين نعم، وهذا دليل على قانونية وحيادية هذه المحكمة. لماذا؟ المحكمة لم تأتي لتقول أن 3 أشخاص الآخرين هم بريئين لأنهم ليس لهم علاقة في الجريمة أبدا، قالت عدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة. هذا هنالك فرق كبير ما بين البراءة لأنهم بريئين بالمطلق وعدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة، هو موضوع آخر منفصل كليا. ماذا يعني ذلك؟ أن كافة الأدلة المتوفرة في الملف القضائي وفي التحقيقات الأولية وفي القرار الاتهامي وما هو وارد أمام المحكمة ليست كافية لتعطي اليقين النهائي والمنزه عن الشك، منزه من الشك بأن تدين هؤلاء. يعني نعرف نحن أستاذ أحمد بأنه القضاء الجزائي في أي دولة كان، أكان في مصر، في لبنان، في العالم العربي أم في أوروبا، هو يرتكز في الإدانة على قناعة المحكمة أو قناعة القاضي. لأننا يعني لسنا في إطار دعوة نحن مدنية أو تجارية لنرتكز على المستندات. مهما كانت الأدلة ومهما كانت المعطيات فهي دوما أدلة بسيطة عرفية. الأدلة دورها في إعطاء القناعة للقاضي بأن يعتبر بشكل لا يرقى إليه الشك ودون شك أن هؤلاء مجرمون. بالتالي وإن كان ثابتا من مجمل الأدلة بأن هؤلاء قاموا بالمراقبة وقاموا بالتهيئة وقاموا بدور خلق ما يعرف بين هلالين بأبو عبس وهو مفبرك كليا لإضاعة التحقيق
عن مساره الطبيعي. ولكن في آن واحد اعتبرت المحكمة أن هؤلاء لا يوجد أدلة كافية مباشرة لإدانتهم. ولكن إدانة تفضل استاذ احمد. عفوا. من كلام حضرتك ابو عدس ده اللي هي قناه الجزيره كمان تم يعني اذاعه الفيديو المضلل المحكمه اتكلمت عليه النهارده، كان ليها دور ايضا في انها تغطي على الحقيقه. لا شك بانه في مكان ما بمجرد بث هذا الشريط لا اريد ان اقول انها متواطئه او مشاركه، ولكن كما نعلم مثل القرار الذي ما زلت اقرا ولا ادعي ان تركت من قراءته كله، ولكن تابعت المحاكمه اليوم، ولكن قراءه السمري او الملخص عن الحكم الذي يبلغ 150 صفحه وما زلت اتابع قراءته، انه قبل ان يتواصلوا مع محطه الجزيره تواصلوا مع وكاله الصحافه الفرنسيه تواصلوا مع نعم تواصلوا مع اخرين استاذ امين. نعم. طيب اين محطة الجزيرة بشكل سريع ومباشر قامت ببث هذا الفيديو المفترق والذي كان هدفه تضليل المحكمة وتضليل التحقيق طيب مين سليم عياش اللي تم إدانته اليوم؟ مين هو؟ يعني إيه المعلومات اللي عندكم؟ أستاذ أمين سامعني كويس؟ طيب هنكلم حضرتك لان انا مش سامع حضرتك استاذ امين بشير من لبنان، هنحاول نتواصل مره اخرى. المحامي والمحلل السياسي نتحدث عن جريمه الاغتيال لرفيق الحريري وبعد حكم المحكمه الخاصه الدوليه في لاهاي اليوم بعد الحكم على احد قيادات حزب الله وفي هذه الجريمه وتبرئه ثلاثه كما ذكر استاذ امين. التبرئه مش معناهم انهم مش لا لعدم كفايه الادله، الادله زي ما قلنا والمحكمه اللي قالت مش احنا اللي قلنا يعني قالت انه تم العبث بمسرح الجريمه وتم ازاله كل الادله اللي موجوده لتقود لجميع المتهمين، قالت انك عناصر كثيره شاركت في هذه المؤامره ولكن المحكمه ما قدرتش توصل لهم عشان عدم كفايه الادله او انه ما فيش ادله كمان بعد العبث بمسرح الجريمه من جانب اجهزه الامن او الجهات اللي كانت معنيه في ذلك الوقت، واللي اخفى كل التفاصيل الخاصه بحركه المجموعه العناصر الرئيسيه المشاركين والادانه لشخص واحد ومتهم واحد اليوم هو الذي هناك ادله تجمعت وتم التوافق عليها من جانب واقتنعت بها المحكمة أو عدالة المحكمة اقتنعت بهذا المتهم هو الوحيد الذي صدر بحقه حكم إدانة، الباقين ليس لديهم لم تقتنع المحكمة. نرجع مرة تانية أستاذ أمين، حضرتك كنت بتكلم على قناة الجزيرة أيضا ولكن التليفون ربما ما سمعتش إجابة حضرتك بشكل واضح، إيه اللي حضرتك ذكرته فيما يتعلق بالجزيرة ووكالة الأنباء الفرنسية؟ استاذ احمد، واضح من الملخص اللي ما زلنا نقراه جميعنا بانه المفبركين وطبعا عن قصد وعن عمد لهذا الفيلم ولهذا ما يسمى بين هلالين ابو علس وعلى اعتباره بانه رجل متطرف دينيا وهو قام بتفجير نفسه ولتضليل التحقيق وكانه هو الارهابي. المجموعات التي فبركت ابو عدس ووضعته لتحييد التحقيق هي ذاتها قبل ان تتصل بقناه الجزيره ثابت من خلال الاتصالات التي ضبطتها التحقيقات اللبنانيه ومن ثم في المحكمه الدوليه انهم حاولوا الاتصال بوكاله الصحافه الفرنسيه وبعده وكالات صحافه اجنبيه، وتلك الوكالات رفضت الاصغاء او استلام هذا الفيلم على اعتبار انه لا يوجد هناك مصداقيه أو مرجعية للمتصلين. بينما قناة الجزيرة شئنا ما بينها ولكن هذا واقع ومذكور في الحكم بشكل أو بآخر قبلت ووضع هذا الفيديو بشكل مباشر فور وروده إليها. أنا لا أريد أن أزعم أنها متواطئة ولكن هذه الواقعة مذكورة في الحكم أو على الأقل في السمري في المختصر المتعلق بالحكم. بالتالي نعم. من هو سليم عياش؟ أنا لا أريد أن أذكر بالتفاصيل المتعلقة بشخصه كشخص كسليم عياش. أنا كمواطن لبناني وكمواطن عربي وكمراقب
للجريمة الكبرى التي هزت لبنان التي فقدنا من خلالها الشهيد رفيق الحريري. في نهاية المطاف أستاذ أحمد، سليم عياش هو منضم تحت لواء حزب الله وهو فرد من حزب الله، ولا يمكن وضع الجريمة في سياق العام بشكل منفرد كأفراد، بالرغم من أني أكرر ولو توضيحا ولو تكرارا أن هو الشخص الأعلى للمحكمة نظرا للنظام الخاص، ولكن بطريقة القرار وفي ما بين الكلمات وبين السطور واضح السياق العام للجريمة، واضح من هو المنسق، واضح تنسيق السيد سليم جميل عياش مع مصطفى أمين بدر الدين، عمليات مراقبة السيد الحريري بما في ذلك شراء الفان الكانتر الميتسوبيشي، وكان اتصال دائم بالسيد حسن حبيب مرعي بما يتعلق بأعمال التحضير للاعتداء وإعلان المسؤولية زورا من خلال موضوع أبو هذا الفيلم المفبرك عن أبو عدس وغيره. لا يجوز أخذ فرد ما أو حتى المتهمين الخمسة في الأساس والذين أصبحوا أطلع من بعد وفاة بدر الدين مصطفى بدر الدين، لا يمكن أخذ هذا السياق لا يمكن أخذ السياق كأفراد. في نهاية المطاف نحن كلبنانيين نعلم، وحتى غير لبنانيين العرب جميعا نعلم، هكذا قرار، هكذا جريمة، وهكذا تحضيرات لوجستية من استجلاب الأنتقاف واستجلاب المتفجرات وعملية المراقبة التي استمرت عدة أشهر، وشبكات اتصالات سرية ومشفرة وغيرها، تتطلب تدريبات لوجستية كبيرة ليفوق قدرة أي شخص أو أي مجموعة صغيرة، بل هي تتطلب قرار من دول ومن مجموعات بين هلالين إرهابية ارتكبت هذا الإرهاب بحق لبنان وسيادة لبنان وبحق رئيس حكومة لبنان الشهيد رفيق الحريري. أستاذ أمين، المحكمة وحضرتك بتتكلم قالت انه قرار اغتيال الحريري تم اتخاذه مطلع شهر فبراير 2005، لا ادله على ان ابو عدس هو من نفذ الجريمه، اعلان المسؤوليه عن التفجير كان زائفا اللي هو اعلن على قناه الجزيره، وسيادتك وضحت لنا نقطه مهمه انهم تواصلوا مع رويترز والوكاله الفرنسيه ورفضوا انهم يعرضوا هذا الفيديو، ولكن الجزيره هي الوحيده التي قبلت عرض هذا الفيديو، وهذه معلومه مهمه جدا. اتكلمت المحكمة قالت المتهمون الأربعة مرتبطون بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير، وقالت أيضا أنه رفيق الحريري كان مراقبا بشكل مكثف طوال في تحركاته. نعم قرأت تماما قرأت الملخص تفضل. طبعا قرأت قراءة سريعة، ولكن ما زلت أقرأ فيه بشكل مصطلحي. الأهم من ذلك وتعقيبا على ما سبق وقلته، المحكمة طالما هي غير مجازة وفقا لنظام الخاص أن تدين مؤسسات ودول، جاء في طيات السرد العام عن ما يعرف بالكونتكست أو الظرف العام المحيط بالجريمة، وكان واضحا أن القرار جاء في طياته وبعباراته بشكل واضح بأن قرار اتخاذ القرار باغتيال الشهيد رفيق الحريري جاء بعد عدة خطوات سياسية، لا سيما منها تقرب الشهيد رفيق الحريري مما يعرف بلقاء قرنط شهوان آنذاك، ومما يعرف بلقاء البريستول الذي جمع تحت مكنوناته جميع أطياف المجتمع اللبناني. بالتالي القرار المتخذ باغتياله لم يأتي من عبث، بل جاء مربوطا بظروف سياسية واضحة عاشها لبنان، وأهم من كل ذلك أن القرار المحكمة جاء على ذكرى وتفصيلة، وقال قرار المحكمة بأن قرار اغتيال وظروف الاغتيال جاءت نتيجة دور الشهيد رفيق الحريري ودور البوتقة السياسية الذي انضم إليها أو اقترب منها وما يعرف باللقاء لبريستول، بدورة في أمرين أساسيين. القرار الدولي المتعلق بنزع أسلحة جميع الميليشيات، وطبعا المعني آنذاك هو بين هلالين سلاح حزب الله الذي كان وحيدا هو السلاح غير الشرعي الذي يخرج عن الشرعية اللبنانية، والأمر الثاني القرار الدولي المتعلق بإدانة سوريا أو قرار 1559 المعروف بإخراج الجيش السوري من لبنان. ما
بالتالي صحيح أن القرار المحكمة لم يأتي إلى إدانة مباشرة ولو كررنا ذلك عشرات المرات، ولكن في تفاصيله وطياته، وأنا ما زلت أقرأ وأقرأ بهذا الموضوع بكل صراحة، لأن القرار ليس بصغير، القرار دقيق ويتوجب أخذ الملاحظة به بتفاصيله. بالتالي أستاذ أحمد، القرار واضح لمن يريد أن يقرأ بهدوء وبروية ويعلم ماذا ما هو المسموح بمعنى القانون. ونحن نعلم أن أي محكمة كانت محكمة دولية أم عادية يعرف ما جميعنا كقانونيين ومحامين وقضاة وعاملين في المجال القانوني نعرف أن هناك شيء يسمى الاختصاص، اختصاص مكاني نوعي، وبالتالي كل محكمة لديها إطار عام للعمل. بالتالي أنا إذا رفعت دعوة مثلا على ذلك جزائية أمام محكمة مدنية فترد الدعوة وتحكم لي بالتحقيقات المالية فقط لا غير. ما أردت أن أقوله لو دخلت بتفاصيل هذا الموضوع بأن تفاصيل القرار توضح بأن القرار هو قرار ناتج عن حزب الله، وهو قرار ناتج عن قرار بشكل أو بآخر من يقف وراء حزب الله، أي سوريا وإيران، النظام السوري أقصد به وإيران. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ظروف الجريمة أتت نتيجة ظروف سياسية معينة ولم تأتي بالعبث. لا يوجد خلاف شخصي ما بين الشهيد رفيق الحريري وتلك المجموعة، الخلاف معروف آنذاك للجميع، وكل ما سبق هذه الجريمة من أحداث قانونية وواقعية وسياسية تؤكد أن الجريمة جاءت في إطار سياسي. طبعا التنفيذ كان من خلال أدوات حزب الله وأفراده، ولكن القرار كمان أقول أنا إذا كنت لا سمح الله وقتلت شخص بمسدس، طبعا المسدس ليس هو مرتكب الجريمة، هو أداة. أنا الذي أكون ارتكبت الجريمة، تشبيه لي ولو مزعج قليلا، ولكن الأداة لهؤلاء الأفراد، لأن طبعا أيا يكن التنظيم السياسي أو الإرهابي أو أيا يكن هو بحاجة إلى أفراد للقيام بهذا العمل. العمل الإرهابي الذي قاموا به لا يمكن أن يكون عملا فرديا، والقرار واضح في طياته من خلال مناقشة الظروف السياسية المختلفة التي وقعت في لبنان، كما والانتماء السياسي. فالانتماء السياسي لهؤلاء معروف، ونحن نعلم بأن هكذا تنظيمات عسكرية لا يمكن أن تتخذ قرار دون ما يكون القرار من الأعلى نحو الأسفل. لا يمكن لمجموعة صغيرة من 5 أشخاص أو 20 شخصا أن يتخذ هكذا قرار، مستحيل هذا الأمر. أستاذ أمين بشير بشكرك شكرا جزيلا، المحامي والمحلل السياسي من العاصمة اللبنانية بيروت.